اهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا من جديد من العاصمة الإسماعيلية مكناس. وهذا اليوم في ضيافة خويا هشام كويحي، الشاب العاشق ومن عشاق الخضرة فريق الرجاء البيضاوي، وبالضبط اللاعب سفيان الرحيمي. لكن الإعاقة ديالو والأقدار فيعني كل ميسر لما خلق، كانت ضد الإرادة ديالو، ولكن هادشي بغاه الله كما كنقولوا، الله هو اللي كيعطيه هو اللي كيحيد. فاليوم احنا داخل البيت ديالو بالرغم من الإعاقة ديالو، بالرغم من أنه يعني شاب في مقتبل العمر من مواليد 1999، يعني تبارك الله الآن عنده 21 سنة عفوا. هادشي ما منعوش من أنه يعشق الفريق العالمي، واليوم غادي نلقاو مع الوالدة ديالو اللي غتورينا يعني جانب من المعاناة اللي كتعيشها مع هشام، وكذلك الحب ديالو العشق ديالو للفريق اللي كينسيه وكينسيها حتى هي، المشاكل والإعاقة والجري والسبيطارات وهادشي كامل. ملي كتشوف ولدها فرحان ملي كيسمع سفيان ولا ملي كيسمع الرجاء البيضاوي، كيكون فرحان وكيكون ناشط. المهم تي غادي نسولوك، دوري لنا شويه على هشام. المهم اللي خلق ولدي. نعم. وانا. نعم. وانا هو دابا 23. انا نبقى معاه، ما تيجلس، ما تيقنوض، ما حتى شي حاجه، عايش هاد السداري. فاش كيسمع الكره كيحمق على الكره الفريق. خصو يتفرج فيها وبس. كنديرو مسكن في الكروسة وكنديرو في التلفازة وكيجلس يشوف عويناتو. كيتفرج في الماتشات؟ كنديرو الماتشات كيتفرج فيه، كيجي خوه من الخدمة كيدير الماتش كيجلس. تحمق على نعم رحيم. عاودي لينا على عاودي لينا على واحد الجانب زويون، يعني ماشي زويون، هو يعني بغينا نعرفوا كيفاش دوزتي هاد 23 عام، باش وصلتي 23 عام؟ ما ساهلاش. مغامرة وليدي، كان بتفايقة كان بتفايقة أجرك لله، ماشي زعما كنديرو قدامي وكنجلسو، ماشي زعما كنديرو قدامي وكنجلسو، إلا ما كلاش ما كناكلش، حنا تناكلو هو شبعو هو، كنبدلو ليه كوشة وليدي، كنديرو المخد، كان كريم المخد، كان قضا الثانوية، كاين الليل كاين النهار، كاين الليل كاين النهار، إلا تشدو لي شي حريق في الليل، كنجلس أنا وياه كنبقى نشوفها. عنده الاخوان ديالو اخرين؟ عنده خوته. شحال عنده من اخ؟ عنده كاين حسن هو الكبير تبع يوسف تبعه مريم، عاد هو هشام. مرحبا، انت قلتي سمياتهم كاملين، يقدروا هما يكونوا ما باغينش سمياتهم يتقالوا، لكن ماشي مشكل. مرحبا مرحبا. هما عاديين بخير، ما عندهم والو، مجوزين، والدين وليداتهم خدامين. شنو يعني ما عرفتش شنو السبب اللي كان؟ السبب ديال سبت محمد الخامس، فاش مخلق معاهم وجيت بالاكسجين. ديتو للطبيب، ديتو للسويسي، قالوا لي كمل سبع سنين ويموت. وليت عاود ديتو لواحد الطبيب في قنيطره، قالوا لي الميكرو شويه، قالوا لي اختصاصي ديتو اللي في قنيطره، قال لي كمل سبع سنين ويموت. قصد الدكتور البيض. كي حسيتي المهم شي ملي قالوا لك سبع سنين وغيموت؟ كي تصدمت، ما نكذبش عليك تصدمت. انت عارف فاش قالوا لي فتي كتربي وتولدي وكذا، وفي الاخر حق الله العلي العظيم الا خرجوني من الباب وقطع بيا الحبل في الليل، إلا حيد جلابتو وجبت البنوار نت وليدي، حتى طلع النهار، ملي طلع النهار وصلتني النوبة دخلت للطبيبة، قالت لي شوفي هذا راه يكمل 8 سن ديالو ويموت، هو دابا عنده 23 عام. تبارك الله سبحان الله. هو دابا ماشي هما قالوا ربي قال. هو دابا عنده 23 كيعرف كل شيء، كيعرف كل شيء، غير ردت الهضرة باش يرد لك ما كاينش، كيعرف كل شيء، كيعرف اللي كيبغي واللي ما كيبغيش، كيحمق على خوتو، ماشي زعما كيحمق على خوتو، كيحمق على واحد حسن، ملي كيجي كيشد له الكرة وكيشوف الرحيمي، صافي هذاك النار ما قدو حد بالفرحة.
حتى دابا سبحان الله، حتى دابا قبل ما ندخلوا يعني الطريقه باش فرح بينا وباش استقبلنا فرح هو تو مسكين. واسمع الرحيمي غادي الرحيمي ما سمعتي والله الا وليدي سمع الرحيمي. انا دابا كيسمع الرحيمي كي كي كيتحرك. هشام نجيبوا الرحيمي نعيطوا لسفيان ياك ها ان شاء الله. من هنا حنا من هذا المباشر هذا كنوجهوا النداء للاعب المنتخب الوطني ولاعب الرجاء البيضاوي سفيان الرحيمي، لانه حتى هو ولد الشام وانسان متواضع والقلب الكبير، والى وصلوا هذا النداء هذا وكنطلب من المشاهدين والناس اللي كيتابعونا انهم يبارطاجيو هذا اللايف هذا باش هذا الميساج ديال هشام كويحي من مدينه مكناس من برج مولاي عمر يوصل لسفيان الرحيمي، ونتمناه يجي عندك هو واللعابه ديال الرجاء كاملين ان شاء الله باذن الله. نحيدوا من الرجاء وغنرجعوا لواحد المشكل اللي قلتي لي في الاول، هو انه الان يعني الله يحسن العوان يعني صدمني يعني انت تقهرتي لا حتى نقول لك با ما نوقفش لي وليدي من وراي ما كاينش اللي يقبلوا لي. قربي الميكرو شويه. ما كاينش اللي يقبلوا لي كاينه مرت خور الله يرضي عليها ولاني نريختها وجهي ما يعطيها الرضا هي اللي كدوش له هي اللي ماشي زعما كنقابلها الله يعطيها الرضا سداتها واجروها لله اجروها لله قابلين خوتو اللي يعطيها الرضا ولكن انا كنزيد نعيا ولدي هاني كنكبر ها اللي عندي مرتها ما كنقدرش نهزو بها على العروسه الله يعطيها الرضا ماشي زعما الدار ولا قاتلني كنجي نديرو لي فوش كتقتلني لحقاش كنحني وكنقعدو بركبتي باش كندير له لي فوش كان كليب ركبتي باش ندير له ليكوس اجرك لله دابا ركبه وطرقت النيه وليدي اجرك لله. وحاليا دابا قلتي لنا قبل ما نبداو انه الله يحسن العوان تقهرتي مع الدوايات تقهرتي مع هادشي وليتي وليتي كتاخذي الكريدي من الفارماسي كان كريدي الفارماسي عاودي لنا على الجانب ديال المعاناه ديالك كان كريدي بعد خطات خوتو تيكون باقي ما مخلصنش واحد مسكين كتخلص بالشهر واحد كتخلص بالسيمانه فاش ما كنشوفو تخصت من الكينه كنمشي تيقول لك ماما شري كريدي كنمشي للفرماسيان يعني. كنمشي عاود ليكوش كنكريدي من الهري حتى كيتخلصو الدراري كنمشيو نخلصو على خوهم خوتو اللي خدامين يعني هما بحال تقول زعما الله يجعلها اخوه دائما ان شاء الله الله يعطيهم الرضا الله يرضي عليهم الله يرضي عليهم صراحه ولكن حيت هما يمشي حيت ما ساهلش شحال من حاجه كيحرموا وليداتهم وكيجيبوا لخوهم راهم مزوجين عندهم ولادهم والله الا وليدي الا كان خصو من ولادهم كيجيبوا لخوهم لا ليكوش ولا الدوا. فمشاهدينا هشام ها هو معنا كيعتنق التوني ديال الرجاء وهو الان يعني وقيلا هاد الحب ديالو الرجاء والعشق ديالو لسفيان الرحيمي كينسي حتى الاعاقه ديالو. شوفوا الفرحه ديالو الان الفرحه اللي كترسم عليه الان، فملي كيسمع هاد السميه كيكون واحد رد الفعل اللي ايجابي منه صراحه. الله 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 يخليك ديما ضحك اخويا هشام. الشريفه بغيت نسولك واحد السؤال اخر واللي غادي نرجعوا معاك ليه، ف ما سهلاش انك توصلي وليا معاق من السن الاول حتى 23 سنه، فهي تماره زائد انه كاين شويه يعني كاين شويه ديال الماده حتى هي كتاثر قليله. الان انا اللي عرفت من الاخوان هو انك الان ما التجئتي وما وصلتي لهذا الاتجاه ديال انك تواصلتي معنا وناديتي على شوف تيفي حتى وصلتي لديك المرحله ديال الله يحسن العوان. شتي كنحشم من ولادي لحقاش ميت كنحشم من ولادي نقول لهم اولادي جيب لخوك ليكوش اولا جيب له الكينه كنحشم منهم اولادي راه عيا والله يحسن العوان راه عندهم وليداتهم حتى هما بغيت غير زعما اللي عاوني عيط ليكوش. امي مالكه انت ياك امي مالكه واحد المتابعه معنا الان كتقول لك امي مالكه راه عيات مع هشام الله يحسن عوانها، فهم الناس كيشهدوا لك يعني وهذه احسن شهاده لك شكرا بنتي هو تيقول لها شكرا هذا راه تيقول لها شكرا. نعم كملي لنا امي مالكه ماشي زعما كنمرقوا ولادي وكنحشم والمرأة الأصيلة هي هادي ما كنقدرش لحقاش ما عندهمش واحد خدام مسكين على الدجاج واحد خدام غير في المعمل الله يحسن العوان الله يحسن العوان الشهر كيوصلوا بلي وانت هما مزوجين انت هما بوليداتهم مزوجين ووالدي واحد عنده جوج وليدات واحد عنده ولد. نعم والطلب ديالك دابا امي مالكة طلب كنطلب عيه اللي يعاوني في الكروسة واللي يكوش الدواء ديالي ساهلة ما باغا والو ما باغا حتى حاجه انا باغا اللي يداوي لك ولدي باغا اللي يداوي لي وليدي هادشي اللي باغيه وليكوش بغيت لهم الفضل وكروسه
هذاك الشيء اللي بغيت. وسفيان رحيمي راه غنقلبوا عليه غنجيبوا حنا هشام غير كون هاني، ولكن غادي خصنا دابا كما سمعتوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، فهاد الام قدامنا الاخوان اللي كيتفاعلوا معنا الان مجموعه ديال لي كومونتير كلشي كيقول لك الله يشافيه الله يشافيه هشام والله يكون جنبه، وكيدعيوا لك انت يعني بالاجر والله يتقبل لك لانه اجرك مقبول عند الله امنتي. الحمد لله ربي ربي راه كيشوف الله اللهم لك الحمد لله الحمد لله. هذه هي التضحيه الحمد لله. ومالو امنتي راه هو انسان عايش ما يحس حتى شي مركب نقص، واليوم حنا راه جينا على قبلو ما يقلتوش خوتو ما ياكلوش حتى يبنته حداه ويشوفوه كلا عاد ياكلو سبحان الله ويشوفوه ضحك عاد يضحكوا. هشام ديال القلوب كامله الحمد لله. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما تابعتوا معنا وكما شفتوا من خلال هذا المباشر هذا ومن خلال القصه اللي حكات لنا التصريح ديال امي مليكه اللي عطاتنا فيه يعني جانب من الحب ديال الوليد ديالها والعشق ديالو لفريق الرجاء البيضاوي وبالضبط سفيان رحيمي، زائد كذلك جانب من المعاناه اللي كتعيشها معاه، لانه ماشي ساهل يكون عندك واحد يعني يكون عندك وليد ولا بنت في الدار مريض ولا شخص مريض كما بغى يكون نوعه، فراك يعني راك اثرت على اللي صحيح حتى اللي صحيح حتى هو راك يكون هاز حتى هو كيكون مريض. وانا كنمرض فاش ما كنردو كنمرض، فاش ما كيرتاح كنرتاح ماشي زعما فاش ما كنتبع له الدواء ديالو كيرتاح كنرتاح. فمشاهدينا كنمرض حتى انا معاه خليك معايا امي مليكه هنا كنشوفوا، فهذه هي الكروسه اللي عنده، ولكن هذه غير ملائمه ليه لانه هو كيبقى مجبد يعني كما كنقولوا يعني مسرح كامل ما يمكنش انه يمشي في يعني يستعمل ديك الكروسه اللي بحال المقعد، يعني خصو شي حاجه اللي تكون سبيسيال بلوس انه خاصو لي كوش اللي كيستعمل بكثره والادويه ديالو قلت لي واحد جوج براوات كدقيهم ليه يوم ديما. لا عنده كينات خارج عن الاراده ديالنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. كما قلت لكم فامي مليكه والسي هشام ما كيطلبوا والو، الطلب ديالهم يعني بسيط ومحدود، فهم كيطلبوا كروسه اللي ممكن انها تكون مناسبه للاعاقه ديالو، زائد انه اللي تعاون مع هذه الوالده في يعني في الادويه وفي ليكوش وفي هذه المسائل هي قاده على المعيشه ديالو. خوته الحمد لله مكفينها ما مخلينها الله يرضي عليهم يعني، وهذا الله يرزقنا الكفاف والعفاف هذه اللي كنقولوا الحمد لله. انت انسانه قانوعه وما طالبه والو، فانت كطلبي لوليدك باش يعيش اللي بغى يعني اللي بغى الاجر واللي بغى يعني يشارك في هذا الاجر هذا ويكون يدعون لهشام، لانه هشام راه دابا الابن ديالنا كاملين وخونا كاملين، وحنا يعني صراحه كنتمنى من خلال هذا البث المباشر حتى الفيديو اللي غادي يكون ان شاء الله على قناتنا يوتيوب انه يتفاعلوا مع الناس بطريقه ايجابيه ويعني يكون واحد الدعم يكون معنوي قبل ما يكون مادي، لانه ملي طلبنا سفيان رحيمي ولا طلبنا النادي ديال الرجاء فهذا كيشكل لي واحد الدعم معنوي كبير، لانه باش كتخرج منه هذيك الضحيكه وهذيك الابتسامه فهي خارجه من القلب ما فيها لا نفاق لا غش لا حتى شي حاجه. هذه الابتسامه اللي كنشوفوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في من عند هشام فهي ابتسامه صادقه وحب صادق لفريق الرجاء وسفيان رحيمي. هشام جيبوا سفيان رحيمي ها جيبوا سفيان اخويا هو سفيان غنعيطوا ليه قول سفيان يجي عندنا. سعداتك بهم وانتي والله يخلي لك. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في في نهايه هذا البث المباشر ما بقى لي الا نقول لكم مساءكم سعيد، ونتمنوا ان هذه الرساله ديال هشام انها توصل لسفيان. سفيان الانسان المتواضع والدرب سلطان، انا كنقولها لك من هنا وكنقاشي لك الله يعمرها دار، وإلا وصلتوا هذه الرساله كوني اكيده والله حتى غادي تجاوب مع هشام لانه هو انسان. كنتمنى انه يتبارطاجا هذا اللايف هذا اخواني مشاهدي متابعي قناه شوف تي في على نطاق واسع باش هذه الرساله توصل لهشام وكذلك توصل للقلوب الرحيمه اللي باغا تساعد وتمد يد العون لهشام، لانه 23 سنه كما كتشوفوا قدامكم فالعين بصيره واليد قصيره. امي مليكه كنطلبوا من الله يتقبل العمل ديالك والله يعاونك ويكون جنبك لانك تكوني مع ولدك هشام، وكذلك الكنه ديالك الله يسهل عليها والله يرضي عليها العمل الكبير كتقوم به مع هذا الوليد هذا والخوت حتى هما
يعني هذه هي العائله وهذه هي لا لان اللي مريض راه كيحتاج الدعم المعنوي اكثر ما كيحتاج الدعم المادي باش نكونوا ما كيخرج كيخلي لي جوج درهم تيقول لك ماما شري له اللي مسكين مسكين يا قليل يا كثير راه شوفي راه لوجيز راه غير الفعل راه غير لوجيز كيكونط يعني راه غير الفعل كيكون عنده تاثير. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كنتمنى ان نكون وصلنا لكم الرساله ديال ديال هشام محب نادر. تطلق لنا التون يا هشام ديالي ديالي لا راه ديالي هذا او هشام اطلق لي التون راه ديالي راه ديالي الصحة سيدي بالصحة بالصحة خويا ها هي القبية نادي الرجاء البيضاوي نادي الشعب حتى أنت مرحبا مرحبا أخي. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في ما بقى لي إلا نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في انتظار الخير ديالكم في انتظار المساعدة ديالكم في أمان الله وإلى اللقاء. كان معكم منير من مكناس نهاية البث.